السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام. دائما مع رسائل الأمل ورسائل المواساة ورسائل إدخال الفرحة والبهجة على كل مهموم وكل محزون، نسأل الله عز وجل أن يجزل لنا ولكم المثوبة. فأعطونا لايك إخواني وأعطونا اشتراك، وهي نبدأ. أخي المهموم، تفكيرك العميق في معاناتك وفي همومك وفي أحزانك، هذا التفكير يزيد أثرها عليك. فبدلا من أن تفكر في معاناتك وفي همومك وفي أحزانك، فكر في دعاء رب العالمين، فكر في رفع اليدين إلى الله عز وجل، فكر إلى قيام الليل والانطراح بين يدي الله عز وجل، فكر في لطف ربك سبحانه وتعالى، فكر في ملكوت الله وفي عظمة الله سبحانه وتعالى، فكر في سعة رحمته سبحانه وتعالى التي قال الله عز وجل فيها عنها: وسعت كل شيء. فكر في عظيم الأجر الذي يحصل عليه الصابرون المسلمون أمرهم لله عز وجل. فكر في اليسرين الذين يأتون بعد العسر الشديد، يأتي يسرين. فكر في يقينك بالله عز وجل، فكر في حسن الظن بربك سبحانه وتعالى. فلا تطل التفكير أخي الكريم في الهموم وفي الأحزان. أنا يعني الإنسان يحس بهمه وبحزنه، لكن لا يطيل التفكير فيه، بل يفكر أكثر وأكثر في دعائه لله عز وجل، يلجأ إلى الله عز وجل في كل الأوقات، ويتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات وبالأسماء والصفات، لعل الله عز وجل يرفع عنه هذا الهم وهذا الحزن. نسأل الله عز وجل أن يزيل همومنا وأن يبعد عنا أحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.